اختي حنا كنا مريحين في القهوه كنسمعوا شي صداع، كنسمعوا شي صداع بس شي صداع او شي المهم شي مشكل كان واقع. نط من القهوه جيت كنجي كنلقى السيد كان طالع هنا في السطح، كان طالع تيمشي وكيجي. من تنطل كنلقى المراه ديالو كنعمل ليه بحال هي من كتسمع شنو قالك، راه هو اللي لاح. كيقولوا الناس راه انه هو اللي لاح. هو واحد اللحظه بقى تيشوف بحال هكا بانتي لومبيلونس جايه كيسحب ليه البوليس. هذيك اللحظه مشى في لومبيلونس، هو اون فوا شاف لومبيلونس تلاح صافي. من بعد تلاح هو توفى. هو ديك الساعه المراه هزاتها سياره الاسعاف ان باقا فيها الروح. ومن مشينا حنا خوينا رجعنا لقينا في واحد اللايف كان واحد البث مباشر كيقولوا ان المراه باقا بالحياه. من رجعنا بغينا نسولوا يعني على ود داك الوليدات اللي بقاو ثلاثه ديال الوليدات، ويعني حتى لمشى الاب تبقى الام يعني كون كوكو يعني تبقى الام يعني تحضن داك الوليدات. شحال يعني شحال قد ان بنادم واحد اخر غيحضنهم من غير والديهم. كنتفاجئوا ان الام تاهي توفات. وهذا الشيء اللي كاين اختي، عنده ثلاثه، عنده البنيه عندها 4 شهور، وعنده البنيه وحده عندها 4 سنين، وعنده بنيه عندها 7 سنين كتقرا في الثاني، سميتها ريتاج هي اللي كتقرا في الثاني. هذا الشيء اللي كاين اختي. شنو الطباع اللي خلات عندكم الجريمه؟ الصراحه والله العظيم الا باح بعد ما نعسناش حنا بدات السكينه بدات ديال الجهه كامله ما نعسوش، لان كتشوف داك الشيء مباشره. واحد السيد راه تيمشي وكيجي ان فوا شاف لومبيلونس كيسحب له رجال الامن يعني تخلع تلاح يعني الدراري صغار تخلعوا الناس يعني كلشي الباح يعني منعش صراحه يعني بقاو فينا دوك الوليدات. وبصراحه داك السيد الله يعمر ليه الدار بعدا يعني ما توقعش منه انه ينتحر. يا الله داني تقريبا دابا شي سيمانه كيعرض على عباد الله كيقول لهم راه غندير اسبوع. كان ديجا راهن في واحد الدار وشاد فلوس الرهينه ديالو، كيقول لهم راني دابا تحولت لدار اخرى وراه غني غندير اسبوع. لان عنده سياره طاكسي ديالو كريمه عطيه له سيدنا ديالو، يعني ماشي واحد اللي مخصوص يعني انه غيكون عنده مشاكل. طاكسي ديالو كريمه ديالو يعني ماشي شي واحد يعني ميسور الحال. شنو السبب اللي وقع انه واش انتحر المراه وانتحر هو؟ يعني دابا الحجه ديالهم داوها معاهم. وهذيك البنيه تقد تكون عارفه، البنيه اللي عندها 7 سنين تقد تكون عارفه شي حاجه. هذا الشيء اللي كاين الاخت ديالي. انا ولد الحومه، الاسم ديالي عبد المنعم. هذا الحي تنسكن فيه. كنت البارح اختي خرجت مع ما خدامش البارح في العشيه، خرجت للمدينه. ملي رجعت عاودت لي اختي قالت لي اودي راه واحد السيد راه طلع للسطح ودار واحد الرعب، بغى ينقذ غينقذ ونقذ مات. ومن ثم عاوتاني تاكدنا بانه انا تحبني شي دري صغير. الساعه قالت لي راه بانه راه هو رب اسره، عنده المراه ديالو، عنده جوج اطفال. المشكل اللي وقع قال لك بان المراه هي نفس المشكل، هي المراه هي الاولى اللي طلعت للسطح ونقذات ما 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 ما, ما, ما ماتش. هي داوها الايرجونس عاد. من تما عاوتاني نهض الراجل نطلع للسطح بغا ينقذ. لا 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 نقذ مسكين هو يموت. وهذه هي القصه صافي. وبقاو جوج وليدات صغار وهما في حاله خطر، في حاله موت. هادشي اللي وقع. المجرم ديالكم شحال العام دابا؟ قدام هما؟ غيكونوا قدام. وبقاو دابا اللي مشكل هما الدراري الصغار مساكن، بقاو جوج وليدات صغار بقاو مساكن كيغيبقاو في الحياه الاب ديالهم والام ديالهم مات. هادشي اختي اللي وقع. انا اختي كنت ساكن هنا في الدوره، وجات المهم سمعت واحد الهضره، جات عندي واحد البنت تجري قالت لي راه واحد السيد راه لاح مراته. قلت لها شنو السبب؟ قالت لي ما عرفتش. قالت لي من موراها جات لومبيلونس، جات لومبيلونس مع ديك موين ويسحب له عند باله هو بوليس ولا داك الشيء هو يتلاح حتى هو. عنده وليدات، عنده جوج وليدات وبنيته باقا صغيره طربيه، باقي شي واحد دري صغير ور طربيه. هو كان عنده طاكسي ديالو، عنده الشقه ديالو، يعني انسان بخير. ما عرفتش شنو السبب، العلم ولا هو معروف بالحومه. الناس كتشكروه كلشي، تيعرفوه الناس مزيان، راجل مزيان. وهادشي اللي كاين. كتشوف بانه الانسان اللي عنده مشاكل نفس الشهر مرحله الانتحار. صعيبه الانسان تيوصل لهاد القضيه ديال الانتحار، صعيبه بزاف. وقال لك من قبل منها بعدا راه كانوا قال لك عندهم شي ضياف، غير كيمشاو الضياف وهادي. وقال لك هادشي اللي وقع، يعني السبب العلم ولا حتى واحد ما عارف، والله اللي عالم على هادشي هذا. اثرت فيا، اثرت في ولادي، في المرات، ملي سمعوا داك الشيء اثر فيهم بزاف. بقى فيا الحال، وبقى فيا دوك الدراري اللي غيبقاو ضايعين، وبقاو فيا بزاف. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.